مجال الذكاء الاصطناعي من أفضل المجالات على مستوى العالم، ومن أكتر المجالات اللي بتدفع فيه مرتبات عالية جداً في أوروبا وفي أمريكا. طب إيه رأيك بقى لو أنا قلتلك إن المجال ده ابتدى ينتشر بشكل كبير جداً في الوطن العربي، وابتدى يدفع فيه مرتبات أكتر بكتير من مرتبات الديفلوبرز العاديين؟ المشكلة إن الناس مش عارفين يتعلموا المجال ده منين، ومش عارفين إيه الكورسز بالظبط اللي هم ياخدوها عشان يوصلوا إن هم ياخدوا بوزيشن كويس جداً في المجال ده. أنا جايلك في الفيديو ده عشان أقدم لك خطة واضحة جداً لتعلم الـ AI والماشين، خطة مكونة من 5 مراحل لو انت مشيت عليهم بالظبط هتقدر انك تدخل المجال بمنتهى السهولة، وهتلاقيني حاطط لك كورسز بالعربي وبالانجليش هتساعدك ان انت تتعلم وتبقى كل حاجة بالنسبة لك واضحة. الفيديو ده مش هيدي لك بس الخطة، هيعرفك كمان ايه هي تخصصات الـ AI اللي انت ممكن تتعرض لها وانت شغال. فتابع الفيديو لحد النهاية، وما تنساش خالص ان انت في اخر الفيديو تكتب لي الكومنت بتاعك وتعمل لايك عشان انا تعبت جدا في الفيديو ده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت. لو عايز تستفيد من خبراتي في البرمجه وفي البيزنس وفي الحياه اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها، وانا وعدك انك لما تشترك هتحس فرق كبير. ايوه في كل الحاجات. مبدئيا لو عايز تتعلم مجال البرمجه وتدخل فيه سايب لك في الديسكريبشن لينكات كتير جدا هتساعدك انك تعرف ايه هي البرمجه ولغات البرمجه، وكمان هتلاقي الكورسات المجانيه والكورسات المدفوعه، وهتلاقي كمان معلومات التواصل بتاعتي اللي من اهمها جروب التليجرام اللي من خلاله بتواصل مع الناس وبنعمل محاضرات على زوم وبنقول اخر الاخبار بتاعتنا وحاجات كتير قوي. مبدئيا اللي انا عايز اقوله لك ان مجال الذكاء الاصطناعي ده مش مجال بسيط، ده مجال كبير وفي تخصصات كتير قوي، والتخصصات دي هقول لك بعضها دلوقتي عشان يكون عندك عنها معلومة. اول حاجة زي ما انت عارف الذكاء الاصطناعي هي محاولة ان احنا نقلد ذكاء البشر وان احنا نعمل نفس الحاجات اللي هما بيعملوها. كان لازم ندرس البشر ونشوف ايه الحاجات اللي بيقدروا يعملوها ونحاول نقلدها ونعمل لها تخصصات في مجال الذكاء الاصطناعي. فلقينا ان البشر بيقدروا ان هما يتكلموا عن طريق لغة معينة، انجليزي عربي فرنساوي اي لغة. من هنا ظهر تخصص السبيتش ريكوجنيشن. لقينا برضو ان البشر بيقدروا ان هما يقروا ويكتبوا عن طريق لغة معينة، والقراءة والكتابة خلتنا نخش في تخصص جديد خالص اسمه الـ NLP اللي هي Natural Language Processing. لقينا ان البشر بيقدروا ان هم يشوفوا مشاهد في الحياة ويقدروا ان هم يحللوها، سواء مثلا كان مهرجان ولا سواء كان خناقة ولا ايا كان. لما بتشوف المشهد ده بتخش في تفاصيله وبتحلله. التحليل ده قدرنا ان احنا نطلع منه بتخصص الكمبيوتر فيجن. الشخص وهو جوه الموقف وهو جوه الخناقة او المهرجان بيقدر ان هو يشوف صور. الصور دي بتفضل معلقة في دماغه وممكن يفتكرها فيما بعد، وممكن كمان وهو بيتكلم يعدل لك الصورة بيقول لك كلام ما كانش موجود اصلا. من هنا ظهر مجال الايمج بروسيسنج. البشر بيقدروا ان هم يتعاملوا في البيئة المحيطة بيهم ويقدروا ان هم يتكيفوا على البيئة بمنتهى السهولة والبساطة. من هنا ظهر مجال الروبوتكس. البشر بيقدروا ان هم يشوفوا الحاجات المتشابهة ويقدروا ان هم يميزوا ايه الحاجات اللي شبه بعضها وايه الحاجات اللي مش شبه بعضها. من هنا ظهر مجال الباترن ريكوجنيشن. لما نقول ان احنا عايزين نجمع الحاجات اللي شبه بعضها من مجموعه كبيره جدا من الداتا هنلاقي ان صعب ان الانسان يقدر ان هو يعمل ده في وقت قصير، فقلنا ندي الخاصيه دي للالات بما ان هم بيقدروا ان هم يعملوا الحاجات بشكل اسرع. ومن هنا ابتدى يظهر مجال الماشين ليرنينج، وهو ان احنا نقدر ان احنا نطلع الحاجات المتشابهه في كم كبير جدا من الداتا. الانسان عقله البشري ده حاجه معقده جدا، عباره عن مجموعه من الخلايا العصبية. الخلايا العصبية دي بتمكن الإنسان من إن هو يقدر إن هو يفهم ويتعلم ويتذكر وحاجات كتير قوي بيقدر إن هو يعملها بمخ الذري اللي موجود عنده ده. لما نحاول نقلد مخ الإنسان عشان نطلع بنتائج عالية جدا في الكمبيوتر ظهر عندنا تخصص النيورال نتورك. النيورال نتورك دي بقى لما بتبتدي ان هي تبقى ليفلز كتير جدا وتترابط مع بعضها عشان تعمل تحليل قوي جدا للصور والبيانات، هنا يظهر عندنا مجال الديب ليرنينج. إذن كل دي حاجات موجودة جوه تخصص الذكاء الاصطناعي. الخطة اللي أنا عاملها لك النهاردة هتقدر إن هي توصلك إنك تشتغل في أي تخصص أنت عايزه من التخصصات دي، وكمان هتخليك تقدر إنك تحصل على تايتل من أهم 3 تايتلز في المجال ده على مستوى العالم، وهما
الآتي: يا إما هتكون Data Scientist اللي هو راجل بيقدر إن هو يحلل البيانات ويطلع بمعلومات إحنا ما كناش نعرف عنها حاجة في البيزنس ده، ويقدر إن هو يتوقع حاجات ممكن تحصل في المستقبل على سبيل المثال، يا إما هتكون Machine Learning Engineer وده الراجل المسؤول عن إنتاج المودلز اللي من خلالها بنقدر ان احنا نعلم الآلة تعمل كل الحاجات الجميلة اللي احنا بنتكلم عنها دي كلها، وهو تقريبا الشخص اللي بيكون مسؤول عن الجزء بتاع الماشين ليرنينج في عملية الـ AI. يا اما هتكون ماشين ليرنينج اركتكت وده راجل بيكون مسؤول عن مشروع الماشين ليرنينج ككل، راجل بيكون شايف الصورة كاملة، بيقدر ان هو يحط الاركتكتشر بتاع المشروع، بيقدر ان هو يتابع المسار ويشوف الحاجة رايحة منين لفين وهكذا، وده بيكون راجل عنده خبرة شوية في الماشين ليرنينج واشتغل فيها بقاله فترة. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش على طول على خطة التعلم اللي هتكون مكونة من 4 أجزاء. الجزء الأول منها هيتكلم عن الماث والستاتيستكس الرياضيات. الحقيقة ان الرياضيات مش مهمة قوي في تعلم البرمجة، لكن في المجال ده هي مهمة جدا، وعشان كده انت محتاج تتعلم في الرياضيات 3 حاجات. اول حاجة الجبر الخطي اللي هو اللينير الجبرا، ومحتاج تتعلم التفاضل والتكامل الكالكولس، ومحتاج تتعلم البروبابيليتي والستاتيستكس اللي هي الاحصاء. ال3 حاجات دول مهمين جدا عشان يخلوك قادر انك تفهم اي الجوريزم او تقدر تحل اي مشكلة ممكن تظهر قدامك فيما بعد وانت شغال في المجال ده. كمان في حاجة مهمة جدا لازم ادي عنها اشارة، انا سايب لك في الديسكريبشن كورسز كتير جدا ممكن تساعدك انك تتعلم الماث والستاتيستكس، منها العربي ومنها الاجنبي، لكن مهم قوي ان انا اقول لك ان المجال ده عشان تكمل فيه وعشان تبقى شاطر لازم تكون شاطر في الانجليش، لان هو المجال بيتطور بسرعة جدا واغلب الحاجات اللي بتكون موجودة موجودة بالانجليش. لو عايز تعرف تطور نفسك ازاي بالانجليش شوف الايل هتظهر دلوقتي قدامك، هيظهر فيها فيديو هيساعدك ان انت تتعلم الانجليش اكتر، وهو اخر فيديو احنا نزلناه عندنا على اليوتيوب. الكورسز اللي موجوده في الديسكريبشن هتلاقي فيه كورسز من خان اكاديمي بالانجلش، هتلاقي فيه كورسز بالعربي من قنوات مجانيه على يوتيوب، وهتلاقي فيه كورس من يوديمي جامع ال3 حاجات في 1 كورس، وكورس بصراحه جميل جدا وسهل. نبتدي نخش مع بعض على المرحله الثانيه في تعلم الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس، وهي مرحله البرمجه. لازم تكون فاهم حاجه، انت راجل مسؤول عن ايه في العمليه دي كلها؟ انت راجل مسؤول عن الديفلوب وانتاج المودل اللي انت هتخلي الماشين بيه تتعلم، او اختيار المودل المناسب، لان في مودلز كتير جدا جاهزه موجوده في اي لغه برمجه من اللغات اللي موجوده، لكن يا خساره مش دايما المودل بيكون مناسب ومش دايما بيطلع نتائج اكيوريت. في الغالب انت بتحتاج انك تبرمج وتكتب كود يخليك انت تعمل المودل المناسب. مش بس كده، ده انت بتحتاج انك تكتب كود كمان عشان تحلل البيانات، عشان تبتدي ان انت تمسك البيانات بتاعتك تعمل لها كليننج، تنظفها. على سبيل المثال لو في داتا ملهاش لازمه فانت بتشيلها، لو في داتا انت عايز تضيفها فتضيفها، لو في حاجه بتحولها من داتا تايب لداتا تايب تاني، فكل دي حاجات انت بتحتاج البرمجه عشانها. فاول حاجه في خطه تعلم البرمجه هي الاتي: 1 هتتعلم اساسيات البرمجه بلغه بايثون. ينفع اي لغه تانية غير بايثون؟ ما ينفعش. في المجال ده بايثون is the king جوه المجال ده، فلازم تتعلم البايثون. اساسيات البايثون تتعلمها من قناه كودزيلا من عند صديق العزيز اسلام هشام، وهو من افضل الناس اللي شارحين اساسيات البايثون بالتفصيل الممل. تاني حاجه عايزك تتعلمها، عايزك تتعلم اللينكس، لان اللينكس والكوماند لاين هيساعدك انك تسهل على نفسك الشغل بشكل كبير جدا. سايب لك في الديسكربشن لينك الكورس على يوديمي، هيساعدك جدا ان انت تتعلم لينكس بمنتهى السهوله. تالت حاجه انت محتاج تتعلمها، محتاج تتعلم بايثون فور داتا اناليسيس. بعد ما انت اتعلمت الاساسيات محتاجين بقى نتعلم ازاي ننظف بقى الداتا ونتعامل معاها زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، فمحتاج تتعلم لايبرري جوه البايثون اسمها بانداز. طبعا الكورس اللي انا سايبه لك هيعلمك البايثون وهيعلمك ازاي تستخدم البانداز بشكل سهل وبسيط جدا، وطبعا كورسز رخيصه ما فيهاش اي مشكله، وهسيب لكم برده مصدر بالعربي مجاني لو انتوا عايزين تتعلموا بالعربي ومش عايزين تدفعوا اي حاجه خالص. بعد كده في المرحله رقم 4 محتاجين نتعلم السيكوال سيرفر داتابيس. انت راجل ممكن تشتغل في الداتا ساينس او هتشتغل مع الداتا بشكل عام، فبالتالي محتاج ان انت تتعلم ازاي تتعامل مع الداتابيس بشكل كويس جدا. هتلاقي سايب لك في الديسكريبشن لينك لبلاي ليست عندي على القناه مجانيه من غير اي فلوس خالص، تقدر انك تتعلم بيها السيكوال سيرفر من البدايه لحد الاحتراف. ولو انت عايز كورس متقدم اكتر هتلاقي فيه كورس متقدم على الموقع بتاعي وتمنه رخيص جدا، وطبعا في كورسز كتير في السيكوال سيرفر ممكن تساعدك، هسيب لك برده مصدر تاني غير الكورس بتاعي بحيث ان انت تقدر ان انت تختار المصدر اللي انت شايفه مناسب. نيجي للمرحله رقم 3، ودلوقتي جه الوقت المناسب اللي احنا لازم نتعلم فيه
فيه الماشين ليرنينج. لحد دلوقتي احنا كنا بنجهز، كنا بنسخن، انما عايزين نخش في الجد بقى. الماشين ليرنينج محتاج تتعلم فيها حاجتين. اول حاجه محتاج تتعلم انترودكشن عن الماشين ليرنينج، تفهم فيها يعني ايه سوبرفايز ماشين ليرنينج، اللي هي بندي الداتا للكمبيوتر وبنخليه هو يقول لنا الحاجات المتشابهه. محتاج تعرف يعني ايه سوبرفايز ماشين ليرنينج وانسوبرفايز ماشين ليرنينج وانفورسمنت ليرنينج. الثلاث حاجات دول فيهم شويه تفاصيل محتاج تعرفها في كورس انترودكشن لماشين ليرنينج، سايبه لك في الديسكربشن. تاني حاجه بقى محتاج ان انت تعرف الكلاسيك ماشين ليرنينج. الكلاسيك ماشين ليرنينج هي الالجوريزمز والمودلز اللي موجوده اصلا واللي اتعملت في الماشين ليرنينج. هنا احسن مصدر ممكن ارشحه لك هي القناه بتاعه اندرو ان جي، وهو تقريبا الجاد فازر بتاع المجال ده. الراجل شارح كل حاجه بالتفصيل، وشارح الالجوريزمز وشارح المودلز بتاعه الماشين ليرنينج بطريقه في منتهى الوضوح وسهله وتو ذا بوينت ومن غير رغي كتير جدا. فالكلام ده هتلاقيه ان شاء الله معاك بسيط وسهل. المصادر ان شاء الله في الديسكربشن، بس خلي بالك ما هو مش هينفع تنزل الديسكربشن وتعدي من غير ما تعمل لايك او تعمل كومنت، يعني لازم تظبط يعني العمليه كده. نيجي للمرحله رقم 4، ودي لو انت عايز تبقى داتا ساينتست. لو عايز تبقى داتا ساينتست فهنا انت محتاج تدرس حاجه جديده في البايثون، محتاج تدرس بايثون فور داتا ساينس، وده هتلاقي له كورس موجود برده في الديسكربشن، هيساعدك انك تعرف اللايبرز اللي هتخليك تقدر تبقى داتا ساينتست شاطر من خلال البايثون. لو انت بقى مش عايز تبقى داتا ساينتست هتخش معايا بقى على المرحله اللي جايه. المرحله اللي جايه والمرحله رقم 5، وبعد ما عدينا بالكلام الجميل ده كله جينا دلوقتي لمرحله الديب ليرنينج، ان احنا عايزين نتعلم الديب ليرنينج. الديب ليرنينج هو يعتبر الجوريزم او تكنيك من ضمن التكنيكس بتاعه الماشين ليرنينج، معتمد زي ما اتفقنا على الخلايا العصبيه بتاعه المخ. محتاجين نفهم يعني ايه ديب ليرنينج، بلس محتاجين نعرف اللايبرز اللي جوه البايثون اللي من خلالها نقدر نشتغل في الماشين ليرنينج، ومحتاجين نتعلم اللايبرز اللي جوه البايثون اللي من خلالها هنقدر نشتغل في الديب ليرنينج، وهي تنسر فلو والكيرس. تو لايبرز دول هيساعدوك بشكل كبير جدا ان انت تعمل شغل الديب ليرنينج بشكل عميق جدا. وسايب لك في الديسكربشن كورس بالعربي على قناه يوتيوب مجاني، وسايب لك كورس بالانجلش على يوديمي، اختار اللي يعجبك وخش فيه. هل بعد اللي انت اتعلمته ده كله وبعد الرحله اللي انت مشيت فيها دي كلها، هل كده انت بقيت مهيئ انك تشتغل في سوق العمل؟ بالطبع لا، لازم تعمل مشاريع، ولازم المشاريع اللي انت تعملها دي تبتدي ان انت تعرضها على مكان الناس تشوفه فيه، ولازم تقدر ان انت تبتدي تقدم على شغل حتى لو كان مجاني، او تدريب حتى لو كان مجاني. ازاي نقدر نعمل الكلام ده كله؟ ده اللي احنا هنتكلمه دلوقتي. مبدئيا الخطه اللي احنا اتكلمنا فيها دي هتاخد من الطالب العادي او الطالب اللي مش متفوق قوي حوالي 4 شهور او 4 شهور ونص حسب شطارتك. لو انت اتاخرت فيها شويه فعادي برضو تقبل، مفيش اي مشكله، ممكن تاخد معاك لحد 6 شهور لو انت ماشي برضو على راحتك. لكن بعد ما تخلصها اول حاجه محتاج انك تعمل بروفايل في موقع اسمه كاجل. كاجل هو موقع الناس بينزلوا عليه زي يوز كيسز، تحديات او مشاريع صغيره يقدر الناس ان هم يعملوها ويتدربوا فيها على الماشين ليرنينج وعلى الديتا ساينس. بعد ما انت بتعمل المشاريع بتاعتك بتحطها على البروفايل بتاعك، وده بيساعدك انك تلاقي شغل فيما بعد، ودي حاجه مهمه جدا. وهسيب لك في الديسكربشن برضو كورس هيعلمك ازاي تتعامل مع كاجل، ويعلمك كمان بعض اليوز كيسز وبعض الحاجات اللي موجوده على كاجل، ويساعدك ان انت تفهمها بشكل اسهل وبشكل بسيط جدا. رحله التعلم مهما كانت طويله ومهما كانت فيها تفاصيل كتير، لازم تاخدها بحب ولازم تاخدها باستمتاع، خصوصا لو انت بتتعلم مجال واعد وجميل جدا زي الارتفيشال انتليجنس. مجال ليه مستقبل، مجال تقدر انك تشتغل فيه بعد كده وتقبض مرتبات كبيره جدا. كمان اللي انا عايز اقوله ان المجال فعلا انتشر بشكل كبير جدا في الوطن العربي وبالذات الديتا ساينس، فعندك فرصه انك ممكن تشتغل من النهارده، فما تضيعش الوقت وخش من دلوقتي على طول اتعلم. واتمنى لك التوفيق واشوفك على خير في الفيديوهات اللي جايه. سلام عليكم.